How are you? Yeah? When can you play? 5 months? The operation already. And where? The operation? Where did you do it? The next one, what is it? In Austria. Yes, sir. اشتاق لك، شو اخبارك؟ ان شاء الله. زين زين جسمك زين. هو دكتور شلونك؟ شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. الله يسلمك. زين ان شاء الله. لو كابتن حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. الله يخليك حبيبي. لا تدفع راح اوقع شنو بعدين نسوي بعدين؟ طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا بهذه المباراه، لان اكيد هذه المباراه مهمه للفريق، وان شاء الله اللاعبين كلهم ان شاء الله يقدمون كل ما عندهم في سبيل سعاده الجماهير، لان اكيد كل الجماهير العراقيه منتظره هذه المباراه، وان شاء الله يا رب يقدمون مباراه جيده ويحصلون على الثلاث. الحمد لله انه انا سويت العمليه بالنمسا وبديت انه العلاج الاولي بالنمسا، والحمد لله جيت انه هسه القطر، يعني بقت المرحله الاخيره وان شاء الله الامور كلها طيبه ان شاء الله، فتره قصيره ان شاء الله تكون وارجع الملعب. نقول الحمد لله على سلامه اللاعبين وصولهم لدوله قطر، واكيد احنا كلاعبين سابقين المنتخبات الوطنيه وكل بالنسبه لنا حاليا الجمهور حالنا حال الجماهير العراقيه اللي تابع الفريق، اكيد دائما داعمين لهم بكل الاحوال بالفوز وبالتعادل وبالخساره. بس رسالتي لهم مثل ما يعرفون هم ويعرف الشعب العراقي مباراه كلش مهمه وبنفس الوقت صعبه، بس ان شاء الله اذا تكاتفوا اللاعبين بيناتهم تكون اداء جيد ان شاء الله ونتيجه طيبه، لان الشارع الرياضي او الشارع العراقي بصوره عامه ينتظر من عندهم 3 نقاط وان شاء الله هم وقتها، واحنا ان شاء الله موجودين بالملعب نساندهم ودائما وياهم ان شاء الله بالخساره والفوز، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وبنفس الوقت صعبه، بس ان شاء الله اذا تكاتفوا اللاعبين بيناتهم تكون اداء جيد ان شاء الله ونتيجه طيبه، لان الشارع الرياضي او الشارع العراقي بصوره عامه ينتظر من عندهم 3 نقاط وان شاء الله هم وقتها، واحنا ان شاء الله موجودين بالملعب نساندهم ودائما وياهم ان شاء الله بالخساره والفوز، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.